هذه جنازة شاب بحريني توفي في الدوحة بعد صراع طويل مع المرض. تعقيدات الوضع السياسي منعت عائلته الموسعة من المشاركة في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، واقتصر الأمر على أفراد أسرته، لكن فزعتها القطر وحسهم الإنساني لم تتركا هذه الأسرة لوحدها في حزنها. للسياسة أحكامها وللشعوب مواقف، هكذا يؤكد القطريون تضامنهم مع إخوانهم الخليجيين رغم كل شيء. حزن يعني ما سمعنا احنا عن المتوفي، ان اهله ما قدروا يجون، احنا نكون هلا في قطر ونؤدي الواجب بالنيابه عن هلا باسباب الحصار اللي موجود عندهم. جايين نقوم بالواجب ونسال الله سبحانه وتعالى له الرحمه ولاهله الصبر والسلوان، وهذا ما دفعنا، وهذا بالعكس اغلى شيء نقدر نعمله ان نواسي اخونا في هذا المصاب الجليل له. هكذا يفرض الحصار على النسيج المجتمعي الخليجي ضروب التفرقة ويزيد الألم على الألم. تعزية أخونا الفاضل الدكتور بسام بوفاة نجله أحمد، نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة، وأخونا إحنا من البحرين وإحنا من قطر كلنا أخوان في الأخير إن شاء الله. جايين نعزي ونشارك أخونا بسام في فقيدة، والله يسكن الجنة. ما في فرق بيناتنا، احنا كلنا نفس الشيء، ما في فرق، دول الخليج كلنا اخوة وما في فرق بيناتنا. الفقيد احمد بسام رحمه الله شاب لم يتجاوز 22 من العمر، كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكباقي المقيمين من الخليجيين وغير الخليجيين حظي بكامل الاهتمام في المستشفيات القطرية كما حظي بالرعاية الصحية المنزلية. في المنامة اجتمع وزراء دول الحصار لكيد المكائد على قطر، في حين اجتمع هاهنا أهل قطر للصلاة والمشاركة في دفن جثمان المواطن البحريني، فشتان بين الموقفين. لمركز أخبار تلفزيون قطر، حسن الشهراني من مقبرة أبو هامور الدوحة.